يقول السائل محمد عيد في سؤاله الثاني سماحة الشيخ: نريد أن نتعرف، هل الصدقة تصل المتوفى على حساب النية، مثل أن نذبح شاة على سبيل المثال ونعزم الجيران والأقارب فيأكلون منها، فهل هذه الصدقة تصل إلى المتوفى؟ نعم، الصدقة تصل إلى المتوفى، سواء كانت صدقة بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بالأوقاف أو غير ذلك. فإذا صنع وليمة ودعا إليها الفقراء أو أكرم بها أقاربه وأرحامه وجيرانه، يقصد ثواب ذلك لوالده أو أخيه أو أمه أو نحو ذلك، حصل له بذلك الخير العظيم. قد أجمع العلماء على أن الصدقة تصل إلى الميت، ثوابها يصل إلى الميت. وجاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، قالت له امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر صدق عنها؟ قال: نعم. وسأله رجل مثل ذلك، قال: نعم. فالصدقة تصل إلى الأموات، وهكذا الدعاء والاستغفار لهم والترحم عليهم والحج والعمرة والضحية، كل ذلك يصل إليهم. نعم.